موسى سيسوكو يلعب لقائه الرابع في دوري الأبطال. تريبيير، الهدف الأول للأهلي. كرة معمولة بالكربون. تريبيير عملها في الأولى في الدقيقة 15، لم يلحق بها دلالي، وهنا يسجل دلالي في الدقيقة كام؟ الدقيقة 26 من اللقاء يسجل دلالي بهذه الكرة الجميلة. لكن شوف اللمسة وشوف التمريرة الرائعة الحقيقة اللي تعملت بشكل رائع من اللاعب إريكسون. بص